يلا نور. مساء الخير مشاهدي ومتابعي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، مع حضراتكم من محافظة الشرقية. احنا تحديدا موجودين في مركز مدينة أبو كبير، واللي شهد صباح يوم الاثنين الماضي وقعة مأساوية راح ضحيتها زوجة عندها 25 سنة. راحت ضحية الغدر على يد أهل زوجها اللي قاموا بإلقائها من البلكونة بسبب خلافات بينهم على ميراث، وكمان على خلافات بين الزوجة. أهل زوجها بيطلبوا منها إنها تخدمهم. كمان يوم الواقعة كان السبب الرئيسي في الخلاف إن أهل الزوج، واحد من أهل الزوج طلب من الزوجة إن هي ما تباتش في بيت أسرتها بعد طبعا موافقة زوجها. طبعا الزوج قعدت عند أسرتها 3 أيام بعد ما رجعت لبيت زوجها. الزوج ما كانش موجود في البيت واستغلوا عدم وجوده ورموا زوجته من البلكونة. احنا دلوقتي معانا شقيقة المجني عليها، هتحكي لنا تفاصيل اكتر عن الواقع. تمام، اتفضل. بس الحصل ان اختي يوم الخميس اتصل على عمتها تقول لها عبيه كلماتها في التليفون ابن عمتها رد. قالت له فين امك يعني؟ قال لها مش قاعدة. طب قولي لها ان انا حبيت ليوم الجمعة. بصوت عالي انا مش قادرة ازعل. لا تعالي دلوقتي. قالت له يعني انا جاية لجوزي. تمام. جاية لجوزي ان انا هاجو. حسب بلاد الرب. لجوزي. انا روح جاية جاري على خولي. تروح حصل كذا كذا من حالي. يرضي ربنا يا خال. راح خالي مكلم جوزها قال له احنا مش مجوزينها اتنين، احنا مجوزينها محمد وبس. علي شلو شخصية عليها ده مجرد روح وطلع دي ابن عمتها. يعني شلو يقول انت رايحة فين ولا جاية منين؟ جوزها بس عادل ربنا بس لجوزها اللي يقول رايحة فين وجاية منين. ابن عمتها اخت جوزها. نعم تاخد جوز. هو كان دايما بيتدخل في حياتهم؟ اه ده ممكن يضرب خال. شال الاتنين غلابة. هو اكبر من الزوج؟ لا اصغر منه؟ اه بس زي ما يكون مسيطر كده. يعني هو اللي مسيطر؟ زي ما يكون مسيطر.